مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج الاستديو الرياضي. في حلقة هذا الأسبوع، الحلقة المتميزة التي تأتي بعد نهاية الدور الأول لكأس حضرموت، وللحديث أكثر عن الجانب الفني والتحكيمي للدور الأول والاستعداد أيضا للدور الثاني من هذه البطولة، ينضم إلينا هنا في الاستديو الرياضي الكابتن القدير أنور سعد الله الرباكي، نائب رئيس اللجنة الفنية لكأس حضرموت. أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك. وينضم إلينا أيضا الكابتن أحمد صالح بامهري، سكرتير لجنة الحكام فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بالجميع. أبدأ معك الأستاذ والكابتن أنور سعد الله الرباكي. البطولة الحمد لله انتهى اليوم، انتهينا من الدور الأول للمجموعات. من ناحية التنظيم، أنتم كلجنة فنية كيف كان التنظيم وكيف كان الأداء الفني لهذه البطولة؟ أولا نشكر قناة حضرموت طبعا على الاستضافة، وكيف لا، وهي طبعا القناة السباقة في تغطية أول برنامج حضرمي رياضي طبعا. بالنسبة لسؤالك، طبعا صارت المباريات طبعا عندنا بشكل رائع جدا، ويعتبر طبعا الدور الأول اللي هو نحن الآن بصدد الحديث عن الدور الأول اللي انتهى، كان أعطى فرصة أكثر للأندية طبعا لجمع النقاط للتأهل، و طبعا الفترة كانت متداخلة بعض الشيء هكذا، لكن بشكل عام كان الدور طبعا جيد، ونامل طبعا التنافس مستقبلا أفضل، يعني يكون أفضل. بالنسبة كانت هناك أكيد عبء كبير عليكم كلجنة فنية، أنت شخصيا أكيد كلجنة فنية كانت هناك اتصالات، وهناك ربما حول التنظيم، وكانت هناك أيضا عدد الأندية كبير جدا، 41 نادي. كيف كان العبء والثقل عليكم كلجنة فنية؟ بالتأكيد كان طبعا ثقل غير عادي، ما تكلمت خاصة أن المحافظة كبيرة مترامية الأطراف، ودوري بحجم كأس حضرموت ويجمع 41 فريق، يعني 22 نادي بالوادي و19 نادي بالساحل، بالتأكيد بتكون هناك عبء كبير كبير جدا، لكن الحمد لله بتوافق اللجنة وعملهم كخلية واحدة بالتأكيد أدى لنجاح. بالنسبة لكم كلجنة فنية، كيف يتم تقسيم الأعضاء؟ تعطينا لمحة أكثر على اللجنة الفنية. طبعا اللجنة الفنية هي أحد اللجان العاملة تحت إطار اللجنة الرئيسية للكأس حضرموت، وطبعا في أعضاء من الوادي وفي أعضاء طبعا من الساحل، والتوافق دائما بينهم والتواصل باستمرار طبعا عبر التليفونات وعبر الواتسابات. وعمل اللجنة طبعا موزع وشقين، طبعا لجنة فنية إلى جانب الإخوان اللي في الفرعين أعضاء لجنة المسابقات هنا وهناك، إلى جانب أيضا أعضاء لجنة الحكام هنا وهناك، يتم التنسيق والتشاور بعد الاتفاق طبعا، يعمل البرنامج وتوزع هناك مهام، والكل يعمل تحت إطار ما تم الاتفاق عليه. جميل جدا الكابتن أنور. الكابتن أحمد صالح بامهري، في نفس الموضوع ولكن من الناحية التحكيمية، والعبء التحكيمي أكيد أكبر بكثير وعبء ثقيل جدا بالنسبة لكم كلجنة، أنت كلجنة سكرتارية لجنة الحكام هنا بساحل حضرموت، كيف كان العبء عليكم كلجنة تحكيمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا نشكر قناة حضرموت على هذه الاستضافه في برنامج الاستديو الرياضي، وفرصه كبيره ورائعه ان احنا نلتقي في هذا البرنامج في هذه الحلقه الخاصه. حول سؤالك يا استاذي، من حيث التحكيم، من حيث المستوى التحكيم، من حيث الاداء الحكام في هذه البطوله وفي هذا الدور الاول دوري المجموعات، من حيث المستوى والرضا، نحن الحمد لله راضين عن مستوى حكامنا. حكامنا دائما يبدعون في بطولات كأس حضرموت، وهذه البطولة سميناها البطولة المتميزة، البطولة السادسة المتميزة، البطولة السادسة المتميزة. نعم طبعا تحت إطار شعار حضرموت حضرموت تجمعنا كساحلا ووادي. نعم. هذا جميل جدا، نحن حقيقة نفخر، ودائما استعداداتنا لبطولات كؤوس حضرموت يعني على شغف،
نحن كحكام كلجان عاملة في اتحاد الكرة كمسؤولين عن الحكام ننتظرها ونستعد لها استعداد أي ما استعداد. وحكامنا قد بلوا حسنا في الدور المجموعات ونحن راضين عن مستواهم رغم وجود بعض الأخطاء البشرية الغير مقصودة. أكيد البشر هذا إنسان أكيد ربما نعم. أكيد مجرد أخطاء والإنسان سمي إنسان لأنه لا يكمل الإنسان بالضبط والكمال لله سبحانه نعم. وتعالى نقطة أساسية حقيقة في هذه البطولة وهي النجاح على المستوى التحكيمي. بالنسبة للجنة التحكيمية كلجنة تحكيمية هل هناك تقسيم أو معايير لكم كلجنة عليا أو كلجنة تعطينا لمحة على اللجنة التحكيمية بالذات؟ بالنسبة للجنة الفرعية الحكام حضرموت الساحل نحن في إطار تنظيم أو ترتيب لمباريات أندية الساحل. أندية الساحل تمام. أيوة. كل ما يخص المباريات في الساحل نحن نقوم بترتيبها إعداد الحكام حول للمباريات بالتدريب الأسبوعي للحكام في تدريب أسبوعي للحكام يقام كل أسبوع يوم الإيش بالضبط؟ يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع يتم تجميع الحكام في كلهم في مديريته جميل أيوة وهناك في مشرفين على التدريب في المناطق جميل جدا. يتم تنسيق في ترتيب الحكام للمباريات عبر اللجنة الفنية بلجنة الحكام الفرعية في هذا في الساحل. أما أخواننا في الوادي نعم هناك الأستاذ أحمد بزعل نحن على تواصل دائما معه في موضوع كيف الترتيبات والتنسيقات في الدور الثاني الذي نتكلم فيه فيما بعد نتكلم إن شاء الله في حول هذا النقطة المهمة. هكذا جميل جدا بالنسبة للجان الأستاذ والكابتن أنور هناك ربما شهد تأكيد والكمال لله سبحانه وتعالى أكيد. البطولة هناك عائقات بالنسبة لبرنامج البطولة بطولة كأس حضرموت هناك تأجيلات كثيرة جدا خصوصا هنا في ساحل حضرموت. ما مدى تأثير ذلك على برنامج كأس حضرموت أنتم كلجنة فنية؟ طبعا بكل تأكيد كانت هناك تأجيل طبعا وتأجيلات كانت بسبب الأمطار اللي حصلت طبعا مؤخرا وإعصار هذا لوبان فهذه الأمطار طبعا أعاقت تمارين الأندية طبعا من خلال عدم صلاحية الأندية بعد هطول هذه الأمطار ولكن الحمد لله الآن استأنفنا الآن طبعا الدوري و جميل جدا لكن أنتم في الاجتماع الأول التي أقيم في شهر أغسطس الماضي هل هناك خطة مستقبلية أن الدور الأول ينتهي هكذا الدور الثاني ينتهي هكذا الدور الثالث والدور النهائي يكون بتاريخ هكذا هل هذه وضعت الاستراتيجيات وما مدى تأثيرها الآن؟ طبعا إلى الآن كما قلت لك ما في ذاك التأثير طبعا سواء كان حق أحداث الأمطار فقط اللي هي عملت بعض شوية دربك لنا في البرنامج يعني في تنفيذه بشكل كامل لكن كاستراتيجية طبعا احنا وضعنا الاستراتيجية من يوم عملنا القرعة قبل هنا كان اجتماع استثنائي لكم كلجنة اكيد احنا طبعا كل ما اتفقنا عليه هو نقلنا للجمعية العمومية اللي هي اعضاء الاندية اللي صار في سيئون وعملنا الاستراتيجية ووزعنا برنامج الى النهائية الى المباراة النهائية. جميل جدا وعلى هذا الأساس طبعاً نحن والأخوان في لجنة الحكام والأندية نمشي في إطار هذا الإطار البرنامج اللي تم وضعه. أيضاً أنتم كلجنة تحكيم في نفس الموضوع تأجيل البرنامج ما مدى تأثيره بالنسبة لكم كتعيين طاقم تحكيمي سبحان الله تقول في المساء لجنة التحكيم هناك تأجيل وهناك كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ هذا حقيقة نحن متعودين على هذا الظرف تأتي ظروف نحن فعلا نرتب الحكام من قبل المباراة بثلاث أيام أربع أيام يأتي الخبر للتأجيل أو الإلغاء على طول طبيعي نتواصل مع الحكام مرة أخرى نقولهم بالتأجيل أو الإلغاء ما في مشكلة. ما مدى العلاقة بينكم أنتم كلجنة فنية ولجنة تحكيمية؟ ما مدى العلاقة مشتركة؟ أكيد هناك علاقة مشتركة بينكم كلجنة فنية وتحكيمية بكل تأكيد بكل تأكيد أن اللجنتين لجنة المسابقات ولجنة الحكام هي إحدى اللجان العاملة ضمن اتحاد الفرع بكرة القدم بساحل حضرموت وهي أيضا من ضمن اللجنة لكأس حضرموت
وهي تعتبر أكيد اللجنة اللجنتين الأساسيتين في البطولة. أنتم كلجنة أيضا الأستاذ أنور والكابتن أنور، أنتم كلجنة فنية أو لجنة تحكيمية واحدة جمعت فرع الساحل وفرع الوادي واللجان الفنية أحد اللجان المهمة، كيف يتم التنسيق بين الساحل والوادي في ظل بعد المسافة؟ طبعا عمل اللجان كان منذ النسخة الأولى، ومنذ النسخة الأولى طبعا اكتسبنا خبرة كافية في طريقة العمل، سواء كان يعني باللقاءات أو بالتواصل، ويسبق ذلك طبعا لقاء موسع يتم فيه إقرار كل اللوائح، وعلى ضوابط نعمل جميعا طبعا بموجب اللوائح، وأي استثناءات يتم التواصل فيها طبعا بشكل دائم ومتواصل يعني. وبالنسبة كجانب تحكيمي كيف يتم التعامل بين الساحل والوادي في ظل بعد المسافات؟ أيوة، الآن هذا الدور الأول، الدور الأول يكون الوادي يعمل ترتيب مبارياته وتصفياته للدور الأول، ونحن كذلك نعمل في الدور الثاني وخاصة الدور الأربعة. دور الأربعة سيكون فيه ربط بين الحكام، بين الحكام في الساحل الوادي، ستخرج طاقم يخرج للمباراة ما إلى الوادي، ويطلع طاقم من الوادي إلى الساحل بتنسيق مسبق بترتيب مسبق، وكما عملنا في الدورة الماضية ونجحنا البطولة السابقة وهي البطولة الخامسة، بإذن الله عز وجل تكون السادسة أيضا قلنا تكون متميزة. هل يحصل مثل هذا بالنسبة لكم كلجنة فنية التداخل بين الساحل والوادي في الدور الأربعة؟ لا، هذا من ضمن لائحة بطولة كأس حضرموت، أنه يكون طبعاً الإشراف العام من قبل اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت، اللجنة الرئيسية بقيادة الأستاذ سعيد، بقيادة الأستاذ سعيد، وبعدين اللجان العاملة تحت اللجنة الرئيسية. اللجنة الرئيسية اللي تحتها طبعاً يكون بالنسبة للعمل الفني طبعاً تعتبر اللجنة الرئيسية هي اللجنة الفنية، وسكرتيري اللجان الحكام في الساحل والوادي هم أعضاء معانا في اللجنة. من ضمن التنسيق والترتيب أيضاً كما قلت لكم من ضمن لائحة بطولة كأس حضرموت أنه الدور الأول هذا يعني التمهيدي، خلينا نقول أن اللجنة التحكيمية جزء من اللجنة الفنية، جزء من اللجنة الفنية. والأدوار هذا أو الدور الأول نظام المجموعات الآن يتم التعامل فيه، لجنة المسابقات في الوادي تدير المباريات اللي في الوادي، ولجنة المسابقات تدير المباريات اللي في الساحل، طبعاً لجنة المسابقات اللي في الساحل بإشراف عام من قبل اللجنة الفنية. الدور الثاني كما أشار له الأستاذ أحمد، الدور الثاني يتم مباشرة بإشراف مباشر من اللجنة الرئيسية، لا من اللجنة الفنية وهي اللي تقود هذا العمل، لأنه كما قال الأستاذ أحمد أنه يكون في تداخل، لأنه في أندية تخرج الساحل من الساحل للوادي وفي العكس، وبالتالي الطواقم تكون تنزل أيضا العكس، وهذا يتطلب أيضا خبرة بالتأكيد، لأنه هذه إدارة صعبة جدا للمباريات الحساسة خصوصا في الدور الثاني، وأيضا هناك عوائق لكم كلجنة فنية وخصوصا المباريات الحساسة كما شاهدنا في النسخة الخامسة، هناك بعض المباريات فنيا مثل مباراة التضامن والبرق كانت هناك عبء جدا على اللجنة الفنية وأيضا اللجنة التحكيمية، وهذه هي العلاقة التي تربط بين الساحل والوادي. هناك أيضا كما نشاهد ونعلم الجميع أن اللجنة الفنية هناك الناس ربما تقول أن اللجنة الفنية دورها دور بسيط، لا بالعكس، هل هو دور كبير جدا؟ بالتأكيد، لأن العبء الأكبر هو طبعا على اللجنة الفنية أكيد. من خلال مباشرتها، واللجنة الفنية طبعا لما يقول لك الواحد عملها بسيط، كيف عملها بسيط وهي تتابع المباريات في يعني خلال مثلا في يوم 3-4 ملاعب؟ هل نقول أن نجاح البطولة فنيا هو ما هو نجاح البطولة بشكل عام؟ بالتأكيد، وعمل اللجنة طبعا كخلية واحدة، عمل جد جميل جدا، أتمنى لكم التوفيق دائما في كلجنة فنية وكلجنة تحكيمية، إذن جميل جدا أن تكون هناك لحمة بين اللجنة الفنية واللجنة التحكيمية لخروج البطولة لبر الأمان. سوف نتكلم أكثر عن الجانب الفني والتكتيكي والتحكيمي للدور الثاني والاستعداد للدور الثاني كلجنة منظمة لبطولة كأس حضرموت، ولكن بعد هذا الفاصل.
إذن عودة إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. الآن نتحدث عن الدور المجموعات وكيف كانت المباريات وكيف سارت المباريات. الكابتن أنور والأستاذ أنور، دور المجموعات سار على ما يرام، إلا أن هناك مباراة التضامن وميفع كانت لها مسار خارج عن المنوال لما حدث في تلك المباراة، ولكن على العموم كانت البطولة على ما يرام في الدور الأول. ما هي الأحداث التي حدثت في مباراة التضامن وميفع، وكيف كان كقرار فني، وكيف كانت اتخذت الإجراءات اللازمة اللجنة الفنية واللجنة العمومية بشكل عام لبطولة كأس حضرموت؟ طبعا البطولة سارت بشكل طبيعي بشكل ممتاز جدا، يعني من الجوانب التنظيمية طبعا وغيرها يعني، وأيضا تجاوب الجمهور مع هذه المباريات. وبالنسبة لمباراة ميفع والتضامن، كانت هناك طبعا بعض اعتراضات من بعض حكام، من بعض جمهور على قرارات الحكام، وطبعا صعب ارضاء الناس طبعا الفريق او الجمهور اللي يشعر انه فريقه بدا يخسر يعني، فتي هناك الاحتجاجات والاعتراضات، وهذه طبعا ادت الى تداخل الجمهور مع الجانب الامني، ولكن الامور صارت طيبه الحمد لله، يعني ما فيها ذاك الاضرار او ما هي القرارات التي خرجت بها اللجنة في هذا الأمر؟ بالتأكيد طبعاً تم اتخاذ عقوبات على كل من تسبب في هذا، طبعاً وفق النظم واللوائح الداخلية للبطولة. يقولون أن هناك الجماهير الميفعية، سمعت أنا أو عبر التواصل الاجتماعي أن القرار كان مجحف بحق شباب ميفع. لماذا كان القرار بحق النادي؟ لماذا لا يكون ضد لاعبين معينين أو ضد جمهور معين؟ طبعا هذه مقولة ناقصة. أولا الحدث اللي صار من نادي شباب ميفع كان حدث كامل، يعني من النادي ومن قيادة النادي ومن بعض لاعبي النادي وجمهور النادي، فبالتالي عوقب النادي وعوقب قيادة النادي عوقبت، وجمهور النادي واللاعب اللي تسبب في هذه المشكلة واللي حاول يضرب الحكم وضرب أحد أفراد الأمن أيضاً. بالنسبة للحكام في هذه المباراة، هل أصيب أحد من الحكام أم أن الأمور صارت على ما يرام في هذا الجانب؟ لا، هذه المباراة الحمد لله لم يصب أي أحد، إنما كان حسب رأينا جميعاً كانت أحداث جديدة أو في هذه المباراة. كيف كان تقرير التحكيم لهذه المباراة؟ طيب، بالنسبة للمباراة زي ما قلنا أن المباراة يعني بداية سارت سيراً طبيعياً إلى ما حصلت هذه الأحداث في نهاية المباراة. شيء طبيعي في ملاعب يحصل هذا وهذا جزء من اللعبة، هذا جزء من اللعبة، والحكام قدرهم أنهم يعيشوا هذا الظرف. جميل. ربما السؤال ينتاب الجمهور مثلا أنه لماذا يعاقب النادي، لماذا يعاقب اللعيبة والحكام في أنا وفي بعد عن هذه العقوبات. أكيد الجماهير الرياضية تقول هذا الكلام، أن الملام دائما يكون النادي واللاعب والحكام. هل هناك عقوبات تنفذ على الحكام؟ جميل جدا هذا السؤال، احنا فعلا يعني ان شاء الله بنجاوب عليه بايضاح، بشفافيه واضحه. بالنسبه ان احنا كحكام كنجد حكام، الحكام هو نحن نتابع الحكام عالميا بانه تصدر عليهم عقوبات. نعم، هذا حكام محترفين. نحن في إطار مثلا المحافظة وفي إطار اتحادنا المحلي تكون هناك في عقوبات، بس تكون عقوبات خاصة لا يعلم بها أحد. هم سيلاحظ الجمهور غياب حكم عن الساحة، وهذا في إطار عقوبة لن تعلن عنها الحكم، وهذا أيضا لمصلحة اللعبة، لمصلحة أيضا الجانب التحكيمي، لأنه لو كان الحكم مبتدي لو صدرت بحقه عقوبة ربما سيترك هذا المجال طبعا وشهر به وهكذا، لأنه من الصعب، من السهل أن تجد لاعب ولكن من الصعب أن تجد حكم. أكيد، لأنه دائما يكون في وضع الاسترس ووضع الضغط الكبير جدا أكثر من اللاعب. لا شك الحقيقة أن احنا في هذا الأسبوع الماضي قد صدرنا عقوبة وعلم بها الحكام فقط، نحن لا نسمي ولا نذكر أسماء علشان نحافظ على زي ما تفضلت الحكم واستمراريته في اللعبة والتحكيم. جميل. أيضا شيء ثاني حقيقة أنا بقول حاجة في بشكل عام عن الحكام،
الآن شغف كبير على التحكيم وعلى مجال التحكيم بشكل عام في المحافظة. أعداد رائعة جدا من الشباب ينخرطوا في الدورات. هناك في وادي حضرموت قيمت سمعت أن دورة لحكام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. هناك ترفيعية. تقرير ترفيعية هذا جميل جدا. ماذا ما مدى تطوير هذا بالنسبة للجانب التحكيمي؟ هذا يعتبر من الروافد. لأنه هي العملية عبارة عن عملية دائرية، ينتهي جيل يأتي يخلفه جيل، وهذا اللجان التي تعمل هكذا والاتحاد اللي تعمل هكذا والمكاتب شباب اللي تعمل هكذا بصراحة يعني يشتغلون في العمل في الطريقة الصحيح. جميل جدا. تعمل لا تعمل هذا العمل معنى أنك تشتغل في الطريقة الخطأ. لابد من رافد الحكام، لابد من دماء جديدة. ما شاء الله تبارك الله البلاد ملأة بالمواهب المعطاة في هذا المجال. جميل جدا. شباب رائعين عندهم الانضباط والالتزام، وهذا شيء عنصر أساسي في الحكم. أنا أقترح من وجهة نظري، هذه وجهة نظر، هي أن الحكام لو كانت هناك تقييم للحكم الممتاز لدورة خارج اليمن مثلا يرعاها مكتب الشباب الرياضة بعد نهاية هذه البطولة كتقييم للحكام كحافز للحكم المحلي بأن ينهض للتحكيم خارجيا ودوليا. فرصة رائعة جدا، سؤال ممتاز. وحقيقة نحن لنا الفخر في أن حكامنا شاركوا حسني وأيضا بالمساور معنا في ماليزيا العام الماضي في دورة تدريبية دولية، الكابتن البحسني والكابتن مجدي عبده. نعم. الحسني. الحسني. إبراهيم الحسني. إبراهيم الحسني عندنا من الواسيون. هم مواصلين طبعا. مواصلين لحد الآن. الدورة هذه مدتها 3 سنوات طبعا في ماليزيا. جميل جدا. كذلك أنا بضيف يعني أيضا الكابتن نايف سالم باوزير هو يعتبر من الحكام الواعدين في البلاد في الجمهورية. ترشح في 2017 في مدينة الحديدة لحكام الواعدين. الواعدين إنه دولي. أيوة نعم. حكامنا أيضا فرصة طيبة نحن هنا في هذا اللقاء أن نبارك ونجدد المباركة للكابتن أحمد مساور للحصول على العشارة الدولية في 2017 في اختبارات اللياقة البدنية في صنعاء. هذه ربما يقودنا رغم نحن فيه قل العدد وقل المشاركات الخارجية، ربما الجيل الماضي حصل الفرصة كبيرة وكانوا حكامنا الأفداد الأوائل بصراحة كانوا قدموا عطاءات كبيرة في هذا المجال. يعني الأستاذ أحمد الفردي، الأستاذ عبد الله دبيان، أساتذة كثير يعني بصراحة لا يحضرني أسماء، لكن على قد يعني أثبتوا جميل جدا أثبتوا طاقة بشرية في هذا المجال. إذا نعود إليك كابتن أنور، هناك هل ستقام دورة في كما أقيمت في الوادي في هذا المجال، المجال التحكيمي الذي يعتبر جزء من اللجنة الفنية؟ طبعا هو يفترض أن تكون الدورة هذه الترفيعية ودورة إنعاشية، دائما نحن نعملها. توضح كيف الدورة الإنعاشية والدورة الترفيعية للجمهور. الدورة الإنعاشية طبعا لاستعادة ذاكرة القانون في يعني للحكام، لتنشيط ذاكرتهم في القانون وأي تعديلات، هذا لازم الدورة تسبق بطولة كأس حضرموت. الدورة الترفيعية هي اللي هي ترفع الحكم اللي درجته الثالثة ينتقل مثلا إلى الثانية، وحكم الثانية ينقل إلى الأولى، وصاحب الأولى اللي هو الجيد يطلع النخبة ويرشح طبعا للدولية. ونحن طبعا في ساحة عملنا هذه الدورتين، عملنا الدورة الترفيعية وقبل البطولة بأيام عملنا الدورة الإنعاشية. جميل جدا بالنسبة لهذا الطرح. بالنسبة للحكام أيضا هل تضيف نقطة؟ نعم. نحن ضمن خططنا في نجد الحكام الفرعية بالساحل دائما نعمل هذه الدورة، أصبح يعني كاد يكون سنويا تقليد عام سنوي، يعمل دورة إنعاشية من الصباح إلى المساء. جميل. الصباح يكون فيها نظري محاضرات حول توحيد القرار وقانون اللعب بشكل عام مع التعديلات الأخيرة ومع الشرح، وكذلك في تقييم العمل الفني بشكل عام في المرحلة. كذا في العصر يكون تدريب لياقة بدنية، اختبار اللياقة البدنية في ملعب، وهذا يكون قد يكون يعني تقليد عام يكون،
نحن بعد الدور الأول دائما نعمل دورة إنعاشية أو بالأحرى تنشيطية استعدادا للدور الثاني في هذا الأيام. هذا في هذا الأيام إن شاء الله الأسبوع الثاني إن شاء الله نعمل دورة تنشيطية إن شاء الله بإذن الله تعالى. جميل جدا. إذن الآن مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن الدور الذي ينتظره الجمهور الحضرمي الدور الثاني من بطولة كاس حضرموت، ولكن بعد هذا الفاصل. نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. الآن ندخل للموضوع الأهم والجماهير التي تترقب الحديث عنه، وهو الدور الثاني من البطولة بعد نهاية الدور الأول. هو الآن أكيد الآن نحن في الأسبوع الآن فترة الاسترخاء، كم ستبقى هذه الفترة الاسترخاء بالنسبة اللوائح التي نصت عليها بطولة كأس حضرموت؟ طبعا اللي نصت عليه اللائحة طبعا هو ما بين أسبوع إلى أسبوعين، لكن طبعا وفق الأحداث الحاصلة الآن عندنا وسبب التأجيلات اللي حدثت طبعا في الساحل بسبب الأمطار، فممكن تكون أسبوع فقط. هذا يعني هذا الأسبوع فقط؟ بالضبط هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني ممكن نبدأ في الدور الثاني على طول. يعني أيضا في نفس الموضوع، هل عقدت أم ستعقد اللجنة العمومية أو الرئيسية بشأن الدور الثاني وترتيب الحكام وإعداد البرنامج وإلى آخره؟ وأكيد هناك استعدادات أيضا لملعب المباراة النهائية، ملعب الأولمبي، ملعب الاستاد الأولمبي هناك في سيئون. طبعا نحن الآن في الجزء الثاني، أنه يكون الجزء الثاني طبعا هو من شقين. طبعا الجزء الثاني الشق الأول منه هو مكمل للدور الأول نظام المجموعات، لأنه الدور الثاني الآن بيبدأ بيكون فيه هناك دور 16. دور 16 سيكون ساحل 8 والوادي بيكون في الوادي في مكانه والساحل في محله. بالضبط. 8 بـ8 بيكون نظامهم خروج بنظام خروج المغلوب من المباراة. تمام. فعند استكمال هذه ستكون هناك بالتأكيد اجتماع للجنة مناقشة كل ما صار طبعا في الدور هذا الأول، والترتيب والتجهيز للدور الثاني اللي بيكون بنظام الذهاب والإياب، من ضمنهم طبعا الملاعب. طبعا الملاعب سبق وان حددت الملاعب، لكن بيتم عملية الوقت والحكام، طواقم الحكام والإداريين اللي بالنسبة للموضوع الذي ذكره الكابتن أنور، الرؤية الجديدة أكيد لكأس حضرموت الدور 16 مختلف عن النسخة الماضية النسخة الخامسة، كيف ترى هذه الرؤية؟ حقيقة نحن في لجنة الحكام قد اليوم كان معنا اجتماعنا اللجنة الفنية، وقرينا الآلية في دور الثمانية وهو دور 16 للثمانية الأندية. بيكون طبعاً تبعار الصفوة هم النخبة، ونحن أيضاً اخترنا حكام نخبة، معنا نحن حكام دوليين درجة أولى درجة ثانية، وكذلك في مستجدين. المستجدين هؤلاء أيضاً حكام أثبتوا يعني على حسب المعايير لا شك الفنية لاختيار الحكم موجودة بالنسبة لتقرير المباريات. أيوة اختيار الحكم اختيار يعني يكون دائماً فني أكثر ما من حيث الانضباط والالتزام، من حيث التزامه بالتدريب، فاهم قانون اللعبة، تطور مستواه، حضوره رائع، حضوره قوي. هذا يكون بمحل مشاركة في دور 16. نحن في الدور الأول الذي نحن الآن منصرم كان رائع جدا، استفدنا من حكام مستجدين كثير. هذا الشيء الإيجابي في العمل الإداري المنظم. جميل جدا. نفخر في حضرموت الساحل والوادي كذلك بأن نحن مش عاجزين عن نحن نقول ما عندنا طاقم، ما عندنا حكام أبدا جداً. موجودين الشباب، موجودين بكفاءات. احنا درنا في الدور الأول مباريات بحكام مستجدين،
أيوة. جميل جدا. في ملاعب ملاعبنا دائرة وحكام مستجدين وكانوا الأبرز، كان أول في السابق، الحكام كلهم مرتكزين على المكلة والغيل والشحر. كان هناك تجد حتى الآن معنا حكام من كل كافة مديريات الساحل. جميل جدا. الحامي الديش الشرقي معنا حكام، يعني وصلت إلى إلى درجة أن هناك كفاءة على مستوى جانب نعم التحكيم. نعم، في كل مديريات موجودين معنا. بصراحة نحن نفخر بهم زي ما قلنا ونكرر هذا الكلام، يعني فعلا لأنهم أبدعوا الشباب. جميل. أنا شخصيا لما أتكلم عن الحكام بصراحة أتكلم بإسهاب. في نفس النقطة، أنتم كلجنة فنية هل هناك من مستجدين بالنسبة لمراقبين المباريات التي تضعونهم؟ هل هناك تقييم أيضا؟ هناك تم التقييم بالنسبة لهذا وتم اجتماع حسب قول هذا اليوم؟ أنا بالتأكيد يعني التجديد في كل شيء بالنسبة للنسخة السادسة، التجديد في عملية المراقبين المستجدين حصلت سواء كان في الساحل أو الوادي، والجديد أيضا عندنا في النسخة هذه بدور اسمه في دور 16 طبعا، أنه أعطينا فرصة نحن الأعداد 2 أندية طبعا في للتأهل. هذا فرصة أكبر، رؤية جميلة جدا للبطولة لإعطاء أكثر منافسة بالفعل يعني من كل مجموعة، وطبعا هذا أمر جديد المرة هذه، إلى جانب أيضا الجديد في النسخة دور 16 والدور 8 أيضا باختلاف أيضا التجمع في سيئون والدور هذا اللي كنت بأشير له طبعا، أنه الجديد الثاني اللي هو معانا في البطولة أنه الأربعة ما بعد دور 8 اللي هو دور الأربعة بيكون بنظام تجمع في سيئون، بحكم أنه المباراة النهائية بتكون في سيئون. جميل جدا. فبالتالي هذا جديدنا يعني. هذا سيعكس ما, 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 ما الدور الإيجابي في ذلك؟ الدور الإيجابي هل هناك أول حاجة من ناحية مادية ربما تكون أسهل من أن تقام مباراة في الوادي ثم تقام مباراة في الساحل ثم العودة للوادي، هذه مباراة هناك تكلفة مادية أكثر؟ صح. لا، هي تكاد تكون التكلفة واحدة جدا، واحدة أو متوازية هكذا، لكن نحن نسعى للإختلاط أكثر. الإختلاط أكثر؟ أكثر. نحن كنا نسعى أنه بدلاً ما تكون 4 أندية من الوادي و4 أندية من الساحل بنظام الذهاب والإياب، نحن نطمح أن تكون البطولة كامل من بدايتها أن تكون فيها هناك ذهاب وإياب، يعني اختلاط الشباب، التعرف، في شباب ما يعرفوا المكلة وفي شباب العكس ما يعرفوا الوادي. نعم، كنت هذا ملموس من خلال المباراة النهائية في وادي حضرموت، كان هناك بعض اللاعبين من وادي حضرموت كان لأول مرة يطلع هنا في المكلة. بالضبط. فبدأنا نحن هكذا الآن، وحبينا أن يكون شعارنا المرة هذه هو حضرموت تجمعنا. يا سلام، جدا جميل، شعار جدا جميل للسيد أحمد. وأيضا هناك شيء أخير تود أن تقوله في هذه الحلقة بالنسبة للجانب التحكيمي والجماهير للدور الثاني، دور حماسي، دور شيق، والجماهير تنتظر هذه الدور بفارق الصبر. دائما زي ما قلنا في البداية أن كأس حضرموت دائما شغوفة، الجماهير تستقبلها بشغف، الحكام كذلك، نحن نتكلم عن الإدارة في إدارة الأندية، إدارة الأندية الرياضية بشكل عام، اتحادات الكرة، مكتب شباب الرياضة في الوادي والساحل، الكل يكون في نحلة. الآن الشارع الرياضي كله يتكلم عن كأس حضرموت. نعم. أي مكان تروح تكفل المباريات، من تأهل، من يعني حراك رياضي قوي جدا. جميل جدا. والجماهير الرياضية على الرغم أن هناك ربما كان في السابق تهميش من ناحية الجانب الإعلامي، هذه المرة كانت ظهرت الآن أول برنامج رياضي حضرمي. نعم نعم نعم، هذا هو بصراحة مفخرة لنا أنه قناة حضرموت عملت هذا البرنامج رائع جدا، وتستضيف أساتذة ومحللين رياضيين ومسؤولين في المسابقات والجانب التحكيم، يعني الكل الآن يعني مشمر سواعده لكي لأي عمل قادم. وإن شاء الله زي ما قال الأخ أنور بصراحة قال كلمة جميلة جدا، قال أنه يا حبذا لو يكون النشاط هذا من الدور الأول ذهاب وإياب. إن شاء الله. هذه بصراحة هي صح الكلفة، لكن الكلفة أمام الرغبة، أمام الإنجاز، أمام العمل الرائع، يعني كل شيء يهون. لكن إن شاء الله خطوة بخطوة. الخطوة الأولى كانت هناك سلبيات، الآن نتجنب السلبيات إلى الإيجابيات إن شاء الله. نعم. في القادم. نعم. من الأيام. نعم. إن شاء الله. أيضا فرصة وعفوا، وهذا ما قصدته نحن، وما قصدنا أن نحن نسمي هذه البطولة حضرموت تجمعنا، نعتبرها حجر أساس لما هو قادم. نحن نتعامل في أمورنا الرياضية خاصة طبعا بكرة القدم فرعين، فرع واحد
في جميل كل جداً النشاطات مش في كاس حضرموت فقط. جميل جدا هذه النقطة كابتن أنور. رسالة أخيرة كلجنة فنية، أنتم عبء كبير عليكم في الدور الثاني، ما هي دعوتكم للجماهير الرياضية، ما هي دعوتكم للاعبين للأندية في الدور الثاني من البطولة؟ طبعا دعوتنا للجماهير للحضور أكثر لمتابعة المباريات، لإعادة الحركة الجماهيرية الرياضية دي التشجيعية اللي في الملاعب. يعني الآن للأسف أنها اقتصرت على بعض أندية فقط تحضر روابط مشجعيها، الشعب والتضامن والتضامن القطر والسلام. يعني بالأمس كانوا بالقريب هذا الدور اللي خلص الأسبوع اللي فات، كانت الجماهير اللي هي للأسف كانت جماهير ميفع وجماهير التضامن كانت تعطي رونق هكذا للمباريات. وطبعا أدعو الأندية للاستعداد الأكثر، أصلا الأندية اللي بتوصل الآن للدور 16 تعطي نفسها مساحة أكثر للإعداد ودل الظهور بمظهر يليق بكأس حضرموت ويليق بتاريخها كأندية. إن شاء الله نأمل هذا. إذن الآن أستاذي أصل إلى نهاية هذه الحلقة في هذا الأسبوع، الحلقة التي كانت تتحدث أكثر عن الدور الثاني من البطولة. إذن الأسبوع القادم في الدور 16 من البطولة، هل هناك نقطة أخيرة؟ نعم، النقطة الأخيرة اللي حبيت أن أتكلم فيها أو حول موضوع عملنا في لجنة الحكام والصعوبات التي تواجهنا. أول حاجة أنا ذكرت فعلا بعض الحكام، يعني وحقيقة الحكام أنا أتمنى تذكر حكام كثير لأنه هذا محسوب، يعني ربما هذا من باب الشيء فقط الدليل المثل فقط. أنا ما ذكرت لك من جانب تحفيزي للحكام الحكام الكل، كجانب تحفيزي للحكام المستجدين. أيوة، الذين ظهروا في البدايات الكل. هذه الحكام الكل الذين ظهروا في كأس حضرموت السادسة المستجدين، هذا أنا بأكد عليه. ثاني شيء يا أستاذي، يعني نحن في لجنة الحكام الفرعية بالساحل عندنا بعض الصعوبات. ما هي أبرز الصعوبات؟ أبرز الصعوبات تتمثل في نتمنى جانب الاهتمام بالشباب وخاصة الحكام الذين معهم الدرجات المتقدمة في التحكيم. انا اقصد انه هذا الحكام في البعض انه ما يلقى ما معه حتى وظيفه او عمل يقتاد منه يعني شهريا مستمر. هذا انا ابغى اوصلها رساله لكل من يدلو بدلو الحكام بصراحه، يعني ويهتم بالشان التحكيمي والحكام. هذول ابنائنا، يعني اقل حاجه نقدمها لهم. أنا هذا أقولها في هذه العجالة فقط، يعني من باب رسالة أنا حبيت أطرقها. أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى السلطة المحلية. نعم نعم، للاهتمام أكثر بالجانب التحكيمي والحكام بشكل خاص واللاعبين أيضا والأندية، لأن نحن الآن حتى الآن وصلنا في طور ربما رياضي هناك بعض الصعوبات تجدها على مستوى جميع الجوانب، ولكن هذه البطولة تظهر رونقا خاص للرياضة الحضرمية المحلية للعالم العربي الموجود. إذن مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى حلقة هذا الأسبوع، الحلقة المتميزة التي كانت الحديث عن الدور الثاني من البطولة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الدور 16 من البطولة في الأسبوع القادم، إن شاء الله مزيد من التألق في برنامج الاستديو الرياضي.